ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس اسماء عصام من مدرسة مصر 2000 MSE. النهاردة ان شاء الله هناخد كلمات حرف الميم، هناخده مع الحركات الثلاث فتحة وكسرة وضمة، وهنشوف اقدر اكتب كلمات كتير بحرف الميم ازاي. قبل ما نبدأ نسمع مع بعض الاغنية الحلوة ديت. قلنا هناخد حرف الميم، نفتكر مع بعض يا حبايبي شكل حرف الميم صحيح ومشبوك ازاي. احنا كبرنا وعرفنا خدنا كل حروف صحيحة ومشبوكة، بس نفتكر شوية. حرف الميم الصحيح ايدي فوق السطر، اعمل نصف دائرة كده، وبعدين امشي 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 اعدي الفتحة بتاعتها، وبعدين انزل رجلها كده تحت السطر. دي الميم الصحيحة، دي بتيجي في آخر الكلمة. إنما أنا لو عايزة ميم أكتبها في بداية الكلمة أو في منتصف الكلمة، يبقى أنا محتاجة الميم المشبوكة. دائرة صغيرة جدا فوق السطر، أهي دائرة فوق السطر صغيرة. من فوق الدائرة دي أنزل أفرد إيديها على السطر. دائرة صغيرة فوق السطر، من فوق الدائرة دي أنزل أفرد إيدي على السطر. طيب حبايبي، إحنا خدنا الحركات القصيرة اللي هي فتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة ضمة. عايزين كمان ناخد الحركات الطويلة اللي هي حروف المد. ايه حروف المد دي؟ الألف والواو والياء. الحروف دي بتشد الحرف اللي جاي قبلها، بتشد الحرف اللي جاي قبلها. لو في حرف قبلها عليه فتحة الألف بشده قوي، لأن لو ميم وراها فتحة وراها ألف أنطقها ما. طيب لو ميم ضمة وراها واو المد، الواو تشدها قوي قوي قوي. مو مش مو، مو حركة قصيرة، إنما مو حركة طويلة. طيب لو ميم تحتها كسرة وبعدها حرف الياء انطقها مي مي، يبقى حروف المد الثلاثه اللي عندي الالف المد، الواو المد، الياء المد. شوف معايا كده يا حبايبي. نعمل اصوات معايا. اسمه ميم فتحه، انا عايزه صوته. اما اشوف الحرف ده ومعاه الفتحه انا خلاص عايزه اتعلم ان انا اقرا الكلمه. اما تبقى قدامي كلمه مش هقول حروفها، هقول اصوات الحروف عشان اقدر ان انا انطقها صح. طيب ميم فتحه صوتها ما، ميم فتحه وراها الف المد اللي بدون همزه يبقى صوتها ما ما. تمام. ميم كسره صوتها مي، ميم كسرة صوتها مي، حركة قصيرة، حركة صغيرة. ميم كسرة بعدها ياء المد صوتها ايه؟ مي مي. نقول معايا ميم ضمة صوتها مو، ميم ضمة صوتها مو، ميم ضمة وراها واو المد صوتها مو مو. يبقى حروف المد الثلاثة عندي الألف الياء الواو. الألف لازم الحرف اللي قبلها، الألف المد اللي بدون همزة، الحرف اللي قبلها لازم يكون عليه فتحة، لأن الألف المد بتمده لو هو عليه فتحة. ما
الياء المد اللي بيجي الحرف اللي بيجي قبلها لازم يكون تحتيه كسرة، إن الياء بتمد الكسرة. ميم. الواو المد الحرف اللي قبلها لازم يكون فوقيه ضمة، لأنها بتمد الضمة قوي، بتطولها، بتحولها من حركة قصيرة مو لحركة طويلة. مو. حروف المد الثلاثة إيه هما؟ ألف ياء واو. إيه هما؟ ألف ياء واو، مفيش مد بحاجة تانية. طيب نشوف حرف الميم بقى ازاي اتعلم اقرا الكلمه. اما اعمل صوت الحرف، اعمل صوت الحرف، يعني مش هشوف دي انا عارف انها ماوس، بس انا عايزه اقرا الكلمه. صوت الحرف ميم فتحه ما ما، وبعدين الواو اعمل صوت الواو و و، ما اقولش ما واو لا ما، صوت الواو و لا مع بعض مو مو، بعدين صوت ازاي موز ما وز. بقى انا كده استطعت ان انا اقرا كلمه بحرف الميم الفاتحه، كلمه موز. طيب ميم فاتحه تاني، بس هنا الميم فاتحه جت بعدها الالف المد، يبقى مش هقول ما زي موز لا، ما. نقراهم مع بعض يا حبايبي. ما، عملت الصوتين مع بعض، ميم فتحه وراها الف مد ما، اعمل صوت النون مع ديت، بزود بزود كل مره صوت حرف، ما ن ن ج ج منجو. شايفين الجيم عليها ايه؟ ضمه وراها الف مد وراها واو مد، الجيم عليها ضمه وراها واو مد، يبقى جو. يبقى نقرا الكلمه ما ن جو. وانا بقرا الكلمه قلت ميم الف نون جيم واو؟ لا، عملت ايه؟ صوت الحرف، صوت الميم فتحه مع الالف ما، صوت النون ن ما ن، صوت الجيم ضمه مع الواو جو. يبقى انا كده استطعت ان انا اقرا الكلمه ما ن جو. تمام، ميم فتحه تاني. ها انا عارفه انها صوره مكتب، انما انا عايزه اتعلم اقرا الكلمه. نبص معايا للكلمه، ميم فتحه اعمل صوتها ما. طيب بعدها الكاف سكون، يبقى ميم فتحه مع الكاف مك مك مك، ما بقولش ميم كاف لا مك، ازود صوت التاء مك ت، ازود صوت الباء مك ت ب، يبقى دي كلمه مك ت ب، كلمه مكتب. نشوف حاجة تانية بالفتحة، ها دي اسمها ايه؟ ما ما، واعمل صوت الراء مر مر، وصوت الكاف مركب مركب مركب. ما ابصش للصورة واقول الاسم لا يا حبايبي، ابص كويس قوي 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 للكلمة، واحاول ان انا اشبك الحروف بصوت الحرف. صوت الميم ما، ميم فتحة وبعدين ميم فتحة مع الراء مر، وبعدين كب، يبقى مركب. ها مركب كلمة مفرد، يعني واحدة، أنا ركبت المركب، إنما العائلة بتاعتي كلها خدنا مراكب، جمع. ده مفرد يعني شيء واحد، ودي كلمة جمع، يعني مركب دي كلمة مفرد بتدلني على مركب واحدة، إنما لما أقول مراكب يبقى أنا هيجي في دماغي أكتر من اتنين، كلمة جمع. نشوف مراكب نقراها إزاي؟ ميم فتحة ما ما، راء فتحة وراها ألف، أعملهم مع بعض، را را مع بعض بقى من الأول، ما را كيب ما را كيب، مركب مراكب. ها نشوف بقى حركة الكسرة مع الميم. ميم كسرة صوتها ايه؟ مي. هقرأ ازاي؟ انا مش بعرف اقرأ. لا انا بعرف اقرأ، انا خدت كل الحروف صحيحة ومشبوكة، واعرف اعمل صوت الحرف. ميم كسرة مي، وبعدين القاف بعدها، يبقى مي ق، ازود صوت الحرف اللي بعدها، مي ق ص، مش مقس لا، مي ق ص، يبقى انا زودت صوت الحرف، صوت الحرف عشان اعرف اقرأ الكلمة. ها ميم كسرة تانية، مي بعدها سين سكوني، والاتنين مع بعض ايه؟ مس مس. ميم فتحة وألف، مس أمشي حتة حتة، مس ما ر، صوت الراء، مس مار، عشان ما حدش يقول لي مسمار، لا هو مي مي مسمار. شوف كلمة كسرة تانية، ها مي ننطق يا حبايبي، مي ده صوت الميم، ف ده صوت الفاء، يبقى مع بعض مي فك، اعمل صوت الحرف اللي انت شايفه، مي فك، يبقى دي كلمة مي فك.
نشوف الكلمة دي، ميم كسرة صوتها مي، ميم كسرة مع الكاف السكون مك، مك أزود صوت الواو وبعدها ألف مد، الواو عليها فتحة وألف مد، من الأول تاني مك أزود مك و مك و ها ميم كسرة تاني مي، الحركة القصيرة هي ما فيش بعدها ياء، لا مي وبعدين فاء سكون مف مف، تاء وراها الالف المد اللي قلنا عليها، عرفت منين انها الف مد بدون همزه في منتصف الكلمه، الحرف اللي قبلها عليه فتحه مف، يبقى ازود صوت التاء والالف مف والالف مف تاء، اعمل صوت الحاء مف تاح، تمام؟ طيب ها ميم ضمه مو، ازود صوت النون مو ن، ازود صوت الباء مو ن ب ه ه، ده حرف الهاء المربوطه مش التاء المربوطه، الهاء المربوطه بدون نقط، وقلنا الهاء ليها كذا شكل، ده شكلها في اخر الكلمه لما يكون في حرف مدد لها ايده مو نبه، ميم ضمه مو، نقرا الكلمه مو، نزود النون ن، نزود الباء ب ه منبه، شوف كلمة تانية بالميم ضمة، ها ميم ضمة مو، ميم ضمة مع الراء، أعمل صوت الميم والراء، مو ر، وبعدين صوت الباء، مربع، 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 اللي بقول لكم كده أي كلمة قدامنا نشبك صوت الحروف ونعرف الكلمة دي إيه، ها ميم ضمة مو، مو، وبعدين ثاء، موثا، موثا، طب ده حرف ايه؟ انا سمعت ناس بتقول الف، لا ازعل، ده حرف ايه اللي فارد ايده على السطر؟ ده حرف اللام، الالف مش بتمسك في حاجه بعدها، الالف من حروف البالونه الصحيحه، الحرف اللي بيمسك اللي يقدر يمشي على السطر ده كده لام مش الف، ما تزعلوش منكم، ها موثا، لا نعمل صوت اللام مثلث، يبقى انا كده عملت اصوات الحروف قدرت ان انا اقرا كلمه مثلث، ها ميم ضمه مو مو وبعدها هاء مو ها وبعدين ازود صوت الراء مو ها ر، ازود اخر حرف من الاول تاني مو ها ر ج، كلمه مهرج، كلمه مهرج، واخدين بالكم الراء ما مسكتش في الجيم انها من حروف البالونه اللي ما بتمسكش حاجه جايه بعدها، طيب تاني مو مو ها مو ها، بعدين ده حرف ايه اللي جواه نقطه؟ اللي جواه نقطه ها وماشي ماسك اللي بعديه، ايوه النون، مو ها ن دس، كلمه مو هن دس، قلت اصوات الحروف عرفت ان انا اجيب الكلمه، مو ها صوت الميم مو ميم ضم، صوت الهاء ها، صوت النون ن، صوت الدال د، صوت السين س، مهندس، اه كده اقول لنفسي هو صوت العين ايه؟ ع، طب عين فتحه ع، عين كسره ع، عين ضمه عو، عين وراها الف ع، اقعد اذاكر اصوات الحروف، كل الحروف في الالف والميم والشين وكل الحروف اللي خدناها. طيب نحاول ان احنا نقرا كده يا حبايبي، ها الف ا، عامل صوت الالف ا، بعدين م م، ايوه ميم فردت ايدها على السطر، أمل، أمل، كلمة أمل. دلوقتي عندي حرفين عايزاكم تحفظوا شكلهم، الألف واللام، الألف واللام لما بيجوا قبل الكلمة، قبل أي كلمة، الألف بدون همزة واللام أنطقهم أل، أنطقهم مع بعض إيه؟ أل، ما لخبطش نفسي ما أقولش أ، لا لا أل، أحفظها كده، ألف بدون همزة وراها لام مشبوكة فرد إيديها على السطر، اسمهم مع بعض أل، تاني ال، اسمهم ايه؟ ال، الف ولام مشبوكه ال، الف بدون همزه ولام مشبوكه ال، طيب لما انا اقول كلمه موز لو حطيت لها ال الموز، لو كلمه باب لو حطيت لها ال الباب، لو كلمه قلم لو حطيت لها ال القلم، يبقى ال دي بتيجي قبل الكلمه عشان تعرفي ايه الكلمه دي بالظبط، ال يتنطقوا مع بعض ازاي؟ ال ال، تمام؟ نقرا الكلمات، كلمات المرة دي من غير صور، ألف ولام صوتهم ال، وأعمل صوت الميم فتحة معاهم، الما، تاني أزود الما
وز، يبقى دي كلمة ايه؟ الموز. الموز بزود صوت الحرف وانطق حتة حتة. ألف ولام صوتهم ايه؟ ال. ألف ولام صوتهم ايه؟ ال. ميم فتحة. الما ت. الما ت ت سكون. جر. الكلمة دي نقراها تاني. المط جر، يعني المحل اللي بنشتري منه الحاجات. طب نبص للكلمة دي، ميم فتحة وألف مد. ما، وبعدين نون من، وبعدين جيم ضمة وواو مد. جو، كلمة من جو. ميم ضمة صوتها ايه؟ مو، وراها شين سكون. مش، ها مش، وبعدين ميم ضمة تاني وشين. مش مش، بكرر الصوت. مش مش، دي كلمة صوتها بيكرر مقطعين، أول حرفين زي آخر حرفين. مش مش، أو سم سم، أو لؤ لؤ، أو فل فل. دي كلمات من مقطعين أربع حروف، أول حرفين زي آخر حرفين. مش مش، سهل قوي. هنا ده حرف الفاء، هي عشان كتابة كمبيوتر مش عامل رقبته، بس احنا عارفين الفاء في أول الكلمة ليه رقبة. فاء فتحة، فاء، وبعدين ميم فم. أقرأ أعمل الأصوات. فم، يبقى دي كلمة فم. نشوف بقى الميم فتحة وراها ألف المد. ها ميم فتحة هنقرأ برضو، ميم فتحة وراها الألف مد. ما، ها ما، بطول حركة طويلة. ما عز، كلمة ما عز، كلمة ما عز. طيب نشوف هنا ألف فتحة آ، وبعدين ميم كسرة وراها الياء المد اللي بتشدها قوي. من الأول بقى، آ مي ن، عملت صوت النون. آ م م مي ن، عملت صوت الحرف عشان أعرف أقرأ. طيب عين فتحة بقى وراها ألف، عين فتحة وراها ألف في أمد. ع. طب ميم ضمة مو، طب لو وراها واو مد حركة طويلة. مو، كلمة سهلة قوي دي كلها مد. ع مو د، ع مو د، عرفنا نقرأ ازاي. طيب نشوف بقى هنا حرف الميم جه في الآخر، ألف ضمة أو، نقرأ الكلمة وبعدين ميم صحيحة كلمة أم. هنشوف مع بعض دلوقتي بقى الكتاب، نعرف هنكتب ازاي الكلمات اللي موجودة معانا في الكتاب. يلا بقى يا حبايبي نفتح كتاب أنشطة وتدريبات اللغة العربية، نفتح على صفحة 3 اللي فيها حرف الميم. هشوف عندي 3 كلمات لحرف الميم بالفتحة والكسرة والضمة. ما موز، مي مقص، مو مربع. شفتهم اهو، هكتب على السطور ازاي. بصوا معايا شاطرين. ها كلمة موز، انا عايز يكون خط جميل جدا واكون شاطر قوي قوي قوي. هعمل ميم صغيرة كده على السطر، ها، وافرد ايديها واعمل الفتحة، وبعدين بعد ما فردت ايديها ما واعمل حرف الواو راسه فوق السطر وزحلق رجليه تحت السطر. ها موز، ز حرف ازاي؟ سنة صغيرة فوق السطر، زحلقت رجليها تحت السطر وحط عليها نقطة. اكتب بنفس الطريقة كده، الميم عليها فتحة فرد ايديها على السطر، الواو راسها فوق السطر ومزحلقة رجليها، ازاي؟ سنة فوق السطر وزحلقت رجليها وحطت لها النقطة. ما موز، ما موز. ها نشوف الكلمة التانية، كلمة مقص. ها مي، ادي الميم دائرة صغيرة فردت ايديها على السطر، حطيت تحتها كسرة لان صوتها مي. ق ق ق ق، ايوه ده حرف القاف، بس انا هكتب كده زي الميس بتكتب. هو هنا عشان كتاب الكمبيوتر، لما انا هكتب زي الميس اسماء اعمل القاف اطلع كده اعمل ليها دائرة وارجع افرد تاني على السطر كده. القاف في نص الكلمة حاجة ماسكة فيها ما بيبقاش ليها رقبة، مش هعمل لها رقبة. وما انساش النقطتين احسن افتكرها حرف تاني. ميقص، ميقص، ايوه حرف الصاد، احط ايدي على السطر اطلع لفوق لفوق لفوق، لا افتكرت حاجه الف وارجع تاني. امشي 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 امشي، اطلع سنه صغيره انزل اعمل طبق الشوربه الكبير بتاعي، لازم حته منه تطلع فوق السطر كده. اكتب بنفس الطريقه كده، ميم كسره فردت ايديها، قاف بدون رقبه مدوره وافرد ايديها عليها نقطتين، الصاد صحيحه في اخر الكلمه.
طيب ميم ضمه مو مو مربع. اشوف هكتب مربع ازاي. اهي ادي الميم ضمه صغيره، ها فرد ايديها على السطر مو، افرد ايديها على السطر ر ر، اعمل حرف الراء سنه صغيره وبعدين ازحلق رجليها تحت السطر مو رب ب، ادي حرف الباء باء سنه واحده وامشي على السطر مربع. العين جايه في اخر الكلمه، اه وكل حروف في اخر الكلمه صحيحه، بس العين لان ليها راس ممكن اعمل دائره كده بتاعت راسها واكمل جسمها تحت كده مربع. مش عارف اعملها كده، خلاص اهي ميم ضمه راء باء واعمل العين كده راسها فوق السطر بحاجه بسيطه اهي مربع. يعني ممكن اعمل دائره والف وممكن اعملها كده، وممكن لو انا شاطر قوي قوي ايدي قويه احاول ان انا اعملها زي العين بتاعت منتصف الكلمه شبه المثلث المقلوب وبعدين رجعت لفتها تاني. ما موز، مي مقص، مو مربع. تمام. طيب نبص معايا للكتاب، هنكتب على السطر بخط جميل موز مقص مربع، السطور اهيت. تمام. نقرا مع بعض الجزء ده قراءه، مش حاطط لي صور بس انا شاطر هشبك الحروف واعرف هو قصده دي كلمه ايه. ها ميم فتحه ما ما، بعدها راء مر، عامل صوت مر، عامل صوت الكاف مركب، مركب كلمة مركب، كلمة مركب اللي بركب فيها وامشي في البحر او النهر. طيب عرفت ازاي ان دي الكلمة؟ شبكت حروف الكلمة بالاصوات، شبكت حروف الكلمة بالاصوات. طيب تاء فتحة، اه الميم مش في الاول، انا هشوف الميم في النص ايه يعني. تاء فتحة تاء بعدها ميم تم، وبعدين ازود صوت الراء تمر، يبقى دي كلمة تمر. يبقى شوف الكلمة دي اولها هاء فتحة هاء بعدين راء هار م، صوت الميم هار م، يبقى انا اي كلمة اقدر ان انا اقراها لو انا ببص لها كويس قوي واقول صوت الحرف. بعد ما نكتب السطور يا حبايبي وبعد ما نقرا كويس قوي قوي قوي، الشاطر بقى اللي يكتب لي كلمات تانية بحرف ميم على السطر دي، ملعب مفك مسمار. اتفقنا؟ طيب الصفحه اللي قدامها بتاع التدريبات، اول تدريب عندي صل الصوره بالكلمه المناسبه. هعتبر ان مفيش صوره عشان انا كبرت، هبص للكلمه. ها ماشي، عارفه انكم عارفينها، هنبص كويس معايا ما و ز، عملت الاصوات. كلمه موز اوصلها بصوره الموز. ميم كسره مي، مك مك، واو الف مد مكوا، حذفت عشان في اخرها ت مربوطه مكوا مش مكوا مكوا. تمام، فين الصوره اهي، ما ابصش للصور الاول ابص للكلمات الاول. ها ميم فتحه ما، وبعدين راء مر، وبعدين كاف مركة، وعمل صوت الباء مركب مركب اوصلها. تمام ناحيه دي، ابص برضو للكلمات ما ابصش للصور الاول. ميم كسره مي، بعدها فاء مف، وبعدها تاء والف مد اللي هي صوتها تاء، يبقى نشبك مع بعض مي ف تا. كلمة مفتاح اوصلها بمفتاح. ميم كسره مي، بعدها قاف مي ق ق، بعدها صاد مي ق ص. شفتوا عملت صوت الحروف ازاي؟ عشان كده عرفت اقراها، اوصلها بمي قص. ابص هنا ميم ضم مو، بعدين فاء مو ث ل ل لث، كلمة مثلث وهوصلها بمثلث. هنا في التمرين الثاني ضع دائرة حول الكلمة التي بها حرف ميم، سهلة جدا، هدور على حرف الميم وبرضو عشان انا شاطر هقرأ الكلمة. ها اشبك اصوات الحروف مثلث، ها مر مركب، دائرة على الميم، نون فتحة في الاول نم نم، بعدين لام وته مربوطة له نم له. مش دي غلطة يا حبايبي، هي بالضمة مش 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 مش. تمام. ها ميم فتحه
ما وراها واو، مو بعدين زي، موز. ها شين فتحة شا، وعمل صوت الميم وراها شا مس، يبقى دي كلمة شمس. ها اللي عارفة انكم عارفينها وشاطرين، ألف فتحة ا بعدين صوت السين ا س د، صوت الدال. كلمة أسد، ميم كسرة مي بعدها فاء مف، وبعدين تاء وألف مد اللي هي تبقى حركة طويلة تاء من الأول مف تاء. برافو. أعمل دائرة على حرف الميم. هنا هيقول لي اكتب الكلمة أسفل السور، موز مركب مربع. أعتبر نفسي إن أنا في إملا، تمام؟ يعني الميز بتمليني بتقول لي اكتب موز. انا هعمل ايه عشان اعرف اكتبها صح وما تلخبطش في حاجه؟ هنطق الكلمه كويس. الميز قالت اكتب موز، طيب انا هشوف الفم بتاعي بيقول ايه. الفم بتاعي بيقول م م، يبقى ده حرف الميم. انا اول حاجه اكتبها حرف الميم، وافرد ايدي على السطر، ما يبقى ميم فتحه. انطق الكلمه تاني عشان اعرف الحرف بعدها، موز ز زي، لا بس في حاجه في النص، انطق تاني بالراحه بالراحه بالراحه، ما و الفم بتاعي عمل صوت، ايدي بسرعه تكتبه حرف الواو. تاني ما و ز، يبقى ده حرف ازاي، سنه وازحلقه واحط له النقطه. انا كده عرفت اتملى، الفم بتاعي ينطق الصوت بتاع الحرف، ودني اللي تسمعه ايدي اللي تكتبه. طيب دي سورة مركب، ها ما ما، ادي الميم فرد ايديها على السطح، ما يبقى ميم فتحه. ننطق بالراحه بقى ما ر ر ر، ده صوت ايه؟ الراء. ايوه انا فاكر الراء، سنه وزحلقها. ما ر ك ك كاف، بس هكتبها الكاف صحيحه ولا المشبوكه؟ مشبوكه، لسه في حرف بعدها. ها شرطه بعيده وانزل اقف على السطر وافرد ايدي على السطر. ها اكمل الكلمه اتهجها تاني، ما ر ك ب ب، حرف الباء وجاي في اخر الكلمه، هعمله صحيح واقفله، مفيش حاجه هتمسك فيه تحت النقطه. كتبت مركب مربع، ها اشوف الفم بتاعي بينطق ايه، مو مو مو، ادي الميم ضم، مو ر ر ر ر، سنه وزحلقتها. انطق كلمه تاني، مو رب ب ب ب باء، مشبوكه طبعا لسه في حرف بعدها، مربع عين، ميس قالت العين في اخر الكلمه، واي حرف في اخر الكلمه بيجي صحيح اهو العين. ارفع سنه كده بقى اشبكها واعمل عين فوق سنه، مربع. انا اقدر ان انا اتملى اي كلمه لو عملت ايه، نطقتها بالراحه خالص وشفت اذني سمعت ايه وايدي كتبت ايه. عايزه اكتب ملعب مثلا، ها ما ما، ميم فتح ل ل ل، حرف اللام، والميس قالت لنا اللام بتمشي على السطر. مل ع ع، حرف العين في وسط الكلمه، اعمله مشبوك كده، مل ع ب ب، يبقى ده حرف الباء، حط تحتها نقطه اخر حرف. طيب كلمه جميله قوي بحرف الميم، بلدنا اسمها ايه؟ بلدنا اسمها ايه؟ ها مصر، مي مي مي، حرف الميم مي، يبقى تحتها كسر، مس ص ص ص، الحرف القوي ده انا عارفه، ص ص، لا ده مش سين ده صاد، حط ايدي واطلع واعمل، افتكرت حاجه الف وارجع تاني وابعد شويه واعمل سنه الصاد وافرد ايدي على السطر، مس ر ر ر، يبقى ده حرف الايه؟ الراء. وكذلك ابحث عن اي كلمات بحرف الميم واحاول ان انا اتملاها لنفسي، وانا شاطر هقدر اكتبها علشان انا عرفت شكل الحروف كلها وهي مشبوكه، وعارف اصواتها، عارف ان ع ده صوت العين، عارف ان ده صوت السين، عارف ان ف ده صوت الثاء، عارف ان الت ده صوت التاء، اسمع صوت الحرف واكتبه، ولو بقرا انطق صوت الحرف اللي انا شايفه قدامي. كده يا حبايبي بقى خلصنا حرف الميم، ما تنسوش تحلوا صفحه الكلمات. هنكتب موز مقص مربع اهي، ونقرا الكلمات اللي موجوده هنا تحت، ونحل صفحه التدريبات زي ما قلت لكم هنحلها ازاي. شكرا يا حبايبي، باي باي.